يا ساتر يا رب، ايه الاحجام دي؟ انت من فين يا بلدينا؟ شكلك غريب على البلد، لان مفيش مخلوق في البلد دي يقدر يوقف يقول لك الكلمه دي. انت منين؟ انا من مطاريد الجبل، واخر مطرود في الجبل فيهم، ونازل عشان اشوف الغوله والعفاريت. ده انت هتشوف الغوله وام الغوله كمان وببلاش. احنا عنينا رجالة الجبل والجايين من الجبل. تعال يا حلو تعال، هتشوف الغوله اقف هنا. اقف هنا؟ اقف هنا انا فرجيك الغوله. لا انا اشوف. اقف، عايز تشوف الغوله؟ ها انا فرجيك الغوله. ورهاني اهدي. حلوه الغوله؟ اهدي خلاص يا خدور بيه، حاج علي. لا استنى لسه فيها حته. انا امي عايزاها دي، امي عايزاها دي. وتوقف تقول لي قدام الناس مش هدفع لك تاوى؟ انت مش تدفع حاجه خالص، خلاص اخر حاجه تدفعها. يا نهار اسود يا نهار اسود، كفايه انا من رجالتك يا بندور بيه. افتح مني فاضل اربعه نخلصهم وخلاص. يا كتير. كفايه كفايه، الخنجر هيضرب في كرشي. مين البيت دي؟ بنت الحاج ابراهيم الحلاق. كبرت وحلوت، نجيبها لك؟ ملكوش صالح. شوف الوليه كاتعه فين، خليها تجيبها على المضيفه، خليها تقلعها الاسود ده وتظبطها وتحط لها مكياج. يا راحت فين؟ والله ونولت اللي ببالك يا مندور يا ابو الدهب، وعملت ملاهي الشيطان ونفذت وصيه ابوك. الله يرحمك ابوي ويحسن اليك، انت اللي زرعت في قلبي الشر والقسوه، ولغيت من حياتي حاجه اسمها شفقه ولا رحمه. مش هنسى ابوي، اول ما وعيت على الدنيا شفتك وانت بتقتل امي وامي بتقتلك، ودخلت عمتي قتلتكم انتوا الاثنين، ودخل جدي خلص عليكم كلكم، رضعت منكم الشر. ربنا يبارك فيكم وفي سيرتكم العطره. اول مره قتلت فيها كان عندي 12 سنه، واول مره اغتصبت فيها كان عندي 12 سنه، واول يوم حركت في غطان للغلابه كان عندي 12 سنه. بس كان نفسي ربنا يكملها بمترين ثلاثة طول عشان الهبة تكمل، لكن بعون الله أنا عوضها بالرعب للخلايق اللي بيقولوا عليهم غلابة، دول عايزين الحرق. يا رب يا رب زودني شر وقوة. خش يا كتعة. يا ساتر. العوافية مندور بيه، جبت لك ست البنات. جر يا بيت، جرب يا بيت على سيدك يا بيت. تأمرني بحاجة تانية يا مندور بيه؟ استني يا وليه يا رغاية، انت جاية جاهزة أحمر وملعلط. لف يا بيت، بس يا بيت دوختيني. وقفوا 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 يا بيت، وقفي. ايه قولي لي يا وليه، ضفايرها دي ضفاير ولا اكستنشن؟ لا ضفاير يا مندور بيه. كله هيبان، ما احنا ما هنلعب مع بعض، هنشد بعض هيبان. لعبي حواجبك يا بت، بس خلاص خلاص، مجنونة باين عليها ولا هبلة. حواجبها دي بتاعت ربنا ولا تاتو؟ لا بتاعت ربنا. هنشوف، احنا برضه ما نغازل بعض، انت خافرة شغلانتك. هنلعب حواجب بعضينا وهنفهم. ماشي، لم يا وليه تجلبيه، لم يا بت. والجسم ده خساسان ولا شافطة؟ لا طبيعي يا مندور بيه. حلو، والجورة دي مفروضة من عند ربنا ولا ضربة بوتوكس؟ لا 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 لا، مفروضة من عند ربنا. افتكري افتكري كل كلمة قلتها لي. حاضر. عشان لو كدبت في كلمة انت خابرة ايه اللي هيحصل لي. حاضر يا مندور بيه. ادي الولية دي 50 قرش. 50 قرش؟ 50 قرش اعمل بيهم ايه يا مندور بيه؟ حرام عليك يا مفتري يا ظالم، طلبت مني صبية حلوة، جبت لك وردة مفتحة ولابسة احمر زي ما انت قلت. حرام عليك حرام عليك يا مفتري، اعمل ايه بال 50 قرش؟ مفيش حاجة يا مندور بيه. خدوها قطعوا لها رقبتها. لا يا مندور بيه. وطلعوا اللسان وقطعوه عشان الغوله بتحب اللسان. حرام عليك يا الله. امري قطعوا دراعتها. ده الظالم قال. تعال يا بنت،
ده يا بت ترمي كله قدام عينك من الاول عشان تبقي شايفه وخابره وعارفه انت هتعاشري مين. ها افهمي عشان ما تضيعيش، انت لسه شباب. القهوه اقول عليها زياده تيجي مظبوط رقبتك هتطير، فاهمه ولا لا؟ كلمه تخرج من الدار دي سمعتيها انت فاهمه، هقطعها قطيع ما عنديش يعني ما ها ايوه ايوه. ودخلت وقعدتي من غير ما تبوسي يد سيدك، هعديلك الغلطه دي. بوسي كفايه كفايه كفايه. إيه انت جعانه ولا ايه؟ بوسي خلاص كفايه خلاص خلاص خلصنا خلصنا. عايز اقول لك على حاجه، الرعب اللي انا مسببه للبلد دهون والشر اللي انا بس فيه كل ده كوم ده منظور تاني، لكن منظور بيه مع الستات حاجه تانيه خالص. تلاقيني هايف، احب الدلع انا واحب الحريم. ايه بنت الحلاوه دي ما شاء الله، ايه دي ودي كبيره حبتين. ده حلق يا منظور بيه. ايوه 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 ربنا يزيد. بت يلا يا بت كبسي ظهر يا بت كبسي. يخرب بيتك مال يدك ثقيله ليه؟ مش يد ست، دي يد راجل. مالك ما انت يدك حلوه زي الفل اهو. ازيك يا بت يا صبري؟ مالك يا بت في ايه؟ في ايه يا بت؟ هي ما قالتلكش انني ملبوسه؟ مين اللي قالتلك؟ ومين ملبوس مين لابس مين؟ حد انا ما اعرفش حاجه. اديك عرفت. طب اعملي هني دلوك يعني انت مين؟ ولا انت لابسها ولا هي اللي لابساك؟ ولا انتوا التنين عايزين تلبسوني؟ انت عايز ايه؟ انت مين؟ اني ثروت. ثروت؟ طب وانت ليه لابس الولية دي يا عم ثروت؟ الحب. حب؟ طيب ربنا يهنيكم ببعض. ده انت حلتها يا عم ثروت. انا اطلع بره وانتوا التنين تحبوا بعضيكم انتوا صبري، وخذ راحتكم الدار كلها تحت امركم. انت بس لو عزت حاجه اوقف وقولي اه يا مندور تلاقيني خدام تحت رجليك. بس ابو سيدك فكاد يا عم صاروت. سلام قولا من رب الرحيم. لا بص ليش كده يعني بخاف؟ يعني شوف انا عامل ملاهي الشيطان وكل حاجه بس انا بخاف. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا عم صاروت؟ تعال هنا. ولا هنا ولا مش هاجي يا صاروت. تعال هنا. حياتي انا مين؟ انا جاي يا صاروت. تعال هنا. انت يا زفتها سوي اوامرك يا مندور بيه. عملتوا ايه في الولية اللي جابت البلوة دي؟ قتلناه. حلو 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 الحمد لله. ليه يا مندور بيه؟ ده هي اللي جابت لك ست الحسن والجمال. حياة النبي. طب سلم على ست الحسن والجمال. ازيك يا ست الحسن والجمال؟ اهلا اهلا. شوف ما طلعتش ست الحسن. قول لها انت مين؟ قول لها انت مين؟ انت مين؟ انا ثروت. يلا خد على الزريبه يا ما فينا تسيبها لوحدك. امشي امشي خد هترتاح يا عم ثروت في الزريبه وكل زي ما اتفقنا زي ما اتفقنا. امشي امشي خد. لا خدها انت خدها انت. امشي امشي روحي يا عم ثروت روح روح. اسود ده الا للسوده دي الظاهر من كتر الناس اللي قتلناهم هيطلع على دماغي. استر يا رب. سلم قوله من رب رحيم. مين؟ أنا ثروت يا مندور. أنت لسه ماشي ثروت ولا اللي مشي دية البيت؟ أنا ما بقتش فاهم حاجة. عايز مني إيه؟ أنا موجود معاك يا عم نمرت السرايا. عايز مني إيه؟ أنا حبيتك. والمطلوب؟ أقعد معاك وأسيبها. خلاص تقعد معاي وانا زي ما انت شايف يعني ربنا فتح عليا وعامل ملاهي للشيطان. انت اللي هتمسكها ومرتبها تشوف. بس الحمايه الاول. بجد هتحميني؟ احميك. ربنا يبارك فيك يا عم صاروت. واهم حاجه ما تطلعليش وانا لوحدي بعد كده. نتقابل في الملاهي. اتفقنا؟ اتفقنا. بالسلامه انت. بالسلامه. استبيني استبيني. الحمد لله الحمد لله. يا سعادة البيت بتكلم راجل شرير مولود في الشر. ايوه كل البلد مرعوبه كله خايف ومفيش حديد في البلد غير على الغوله الغوله الغوله. ايوه منظور ابو الذهب مسيطر. سلام. بتكلم مين يا منظور بيه؟ لا دي النمره غلط. اهلا وسهلا بالرداله. خير داخلين مبرقين كده يعني مالكم؟ عايزين نقول لجنابك على حاجه. تقول يا عوض. قول انت يا عطيه. عايزين نقول لجنابك على حاجة. ما تقول يا عطيه. قول انت يا عسوي. عايزين نقول لجنابك على حاجة. ما تقول يا زفت الطين. فيه
إيراد كل مادة في النازل. إيراد إيه؟ هو إحنا لسه جمعنا المحصول، أنت فين والقصف فيه؟ راضي الملاهي، اسم الله على جنابك. اسم الله عليك انت يا اخوي. ملاهي ايه؟ ملاهي الشيطان. الاراد ماله؟ في النازل. ملاهي ايه؟ الشيطان. الشيطان؟ الاراد نازل بتاع ملاهي الشيطان؟ ليه؟ شايفني قاعد انا بعمل محشي مع النسوان في البيت ولا ايه؟ اما الطوبير اللي انا شايفها ليل ونهار ديت بيلعبوا المراديح اللي بيتفرجوا على العفاريت؟ لا بيتفرجوا على العفاريت. حلو، اديك قلتها بعظمه لسانك. اللي بيتفرج على العفاريت مش بيقطع تذاكر؟ ايوه. اي امال انت جاي تقول لي ليه الايراد بيقل؟ يبقى انت زي ابوك، وابوك كان ايه؟ حرامي. ايوه انا نسيتك، انت ابن زكي. انت ابن زكي يا ابن الحراميه. وانا بكهربك ده، انا بديك باليدات. عايز تسرقني؟ فين يا ياد؟ اتعادل وقول لي مين اللي بيقول لي يا ولد النصابين؟ الإيراد بتكلم. يا صدقوا عطيه بيه يقول الحق يا منظور. منظور؟ انت نسيت منظور بيه ونسيت نفسك ولا ايه؟ انا نسيت نفسي. انت نسيت نفسك؟ ايوه. انت شك معاه يا منظور بيه؟ ما تظنش فينا السوق. وما اظن، يبقى انت معاهم. تعال عشان انت تخين هاخد معاك وقت. لا انا منظوره بالذهب، اقطع التلات روس دول. فاهمين ولا مش فاهمين؟ سامحنا منظور بيه. قال لي الحقيقه، الناس عايزه ايه؟ يا منظور بيه، ايه الناس ما بقتش تخاف بالعفاريه.